طبعا قبل ما ادخل في الملفات تفصيليا، عايز ابدا مع حضرتك بالكورونا وتطمننا على الاوضاع في قنا وعدد المستشفيات ومستشفيات العزل الصحي، وازاي المنظومه يا فندم ماشيه دلوقتي في ظل الموجه الثانيه من الفيروس. الحقيقه طبعا يعني انا بطمن حضرتك على الوضع بالنسبه لكورونا في محافظتنا. يعني احنا كل اللي عندنا حاليا في جميع المستشفيات لا يتعدى 37 مواطن، منهم فقط على اجهزه التنفس الصناعي 3 مواطنين. كم يا فندم؟ معلش قول الرقم تاني. كل المرضى اللي في جميع المستشفيات اللي موجوده في المحافظه 37 مواطن فقط، 37 عندي منهم 3 مواطن في اجهزه التنفس الصناعي. أيوة. فيما عدا ذلك الباقي كله حالته مستقره بفضل الله. طبعا احنا بقالنا دلوقتي ما يقرب من سنه او داخلين على سنه في شهر 3 الجاي وبنتعامل مع كورونا، والحقيقه طبعا الحمد لله يعني مصر كلها بخير في موضوع كورونا، نتيجه ان احنا ملتزمين بالكامل باجراءات الوقايه من الفيروس، وبالتالي احنا عندنا في يعني في كل النواحي المحافظه بنلتزم بيها، سواء عمليات التطهير، سواء عمليه التزام بالكمامه. طبعا ما فيش تجمعات في الاماكن اللي بيحصل فيها تجمعات، الاماكن اللي بيحصل فيها تجمعات او احتفالات تم اغلاقها زي ما امرت الدوله. المواطنين حقيقه ملتزمين التزام كامل، وده يمكن اللي بيؤدي لان الاثار السلبيه للمحافظه الحمد لله قليله جدا وما فيش اي مشاكل في الكورونا. طيب الحمد لله، نقول بسم الله ما شاء الله. وحضراتكم يمكن مش من دلوقتي، من زمان والناس عندها فكره الالتزام، حتى في التزام النظافه، القاء المخلفات والكلام ده كله، حضراتكم ليكوا باع كويس قوي في القصه دي. لكن ازاي يا فندم عملتوا هذه المعادله الصعبه، وان انتوا تصلوا بهذا العدد ل 37 مواطن؟ يا رب يا رب يكونوا مش موجودين خالص حتى الارقام اللي احنا بنتكلم عنها ونلاقي صفر اصابات. لكن اكيد القصه دي وراها عدد من الخطوات اللي حضراتكم اشتغلتوا عليها. طبعا يعني احنا عشان نقدر ننجح في هذه مكافحه كورونا طبعا لازم يكون في التزام ذاتي من المواطن، والحقيقه دي انا فعلا بتقدم الشكر لاهالينا في محافظتنا، لان هم فعلا عندهم وعي كامل ان هم باستمرار بيبقوا بيلتزموا بالتعليمات اللي بتصدرها الدوله وبتصدرها المحافظه من خلال الالتزام في المواصلات العامه بالالتزام بالكمامات. واحنا طبعا بالاضافه لذلك بنطلع لجان بتطمن وتتاكد ان السواقين والمواطنين ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه. برضو بن 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 على طول عمليه المتابعه للحالات المرضى، ان احنا اي حد تظهر عليه الاثار على طول بنبدا نعمل له ناخد العينات ونتاكد ان هو هل عنده كورونا او عنده اشتباه، ونبدا نتعامل معاه كاجراء وقائي سريع. برضو من ضمن الحاجات ان احنا المجتمع المدني بيشارك بفعاليه قويه، وده اساس النجاح. يعني الحقيقه لو قلت لحضرتك احنا كدوله بنعمل علينا، لكن في محافظه قنا المجتمع المدني هنا ليه يعني باع طويل في الوقوف بجانب الاجراءات الاحترازيه. وبرضو زمايلنا واخواننا الاعضاء مجلس الشعب برضو الحقيقه ليهم دور ايجابي في هذا الموضوع. نزيد على كله ان المنظومه الامنيه بتلتزم بهذه التعليمات. كل ده طبعا عندنا الحمد لله دكاتره على مستوى عالي. احنا كنا بدانا من اوائل المحافظات السنه اللي فاتت اللي تعرضت لكورونا، وكنا بدايه مع الاقصر نتيجه ان كان في سياح في هنا وهنا. نعم. وبقى عندنا خبره كويسه السنه اللي فاتت الحمد لله. برضو احنا ما يعني برضو الطاقه الاستيعابيه ما تعديناش اكتر من 50% بفضل الله يعني.